عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعت لكم بفيديو جديد. طبعا رمضان فاضل عليه يومين، كل سنه وانتم طيبين يا اخواتي. وهنبدا ان شاء الله ننزل لكم شروحات حلوه الفتره الجايه. النهارده جايب لكم طريقه اضافه فيديو فيو في تطبيقك على سكتش وير بطريقه سهله جدا جدا جدا. تابع الشرح عشان تفهم الدنيا. هنبدا ان احنا نخش على سكتش وير. طبعا هنبدا ان احنا ننشئ مشروع. قلب اخوك عملنا مشروع، هنبدا ان احنا نخش عليه. بعد كده هنبدا ان احنا ننزل لينير في، وهنبدا ان احنا نعمل هنا العرض ماتش برنت. تمام. بعد كده هتبدا ان انت تيجي عند بادنج وتعمل صفر. هنخلي طبعا الجرافيتي سنتر هنخليها وسط. بعد كده يا برو هنبدا ان احنا ننزل هنا لينير اتش، وهنبدا ان احنا برضك نعمل ايه، هنيجي عند الطول هنعمله مثلا 500 على حسب الطول اللي انت عاوزه. بعد كده قلب اخوك هتبدا ان انت تيجي عند باتنج وتعمل لها صفر، وهتبدا ان انت تيجي هنا قلب اخوك عند جرافيتي وتعمل لها سنتر. تمام. بعد كده هننزل هنا ننزل فيديو فيو. فين فيديو فيو اهو قلب اخوك، هتبدا ان انت تنزله. هنبدا ان احنا ايه نعمل ايه بقى، هنيجي عند هنا العرض الطول هنبدا ان احنا نعمله ماتش برنت، والعرض هتلاقيه ماتش هنعمله برضك ماتش برنت، يبقى الطول والعرض ماتش برنت. وهنبدا قلب اخوك نيجي هنا عند الجاذبيه بتاعت التخطيط، هنبدا ان احنا نختار سنتر فيرتيكال، وهنبدا ان احنا نعمل سيلكت. طبعا يا برو هنبدا ان احنا نخش على ايفنت ونضيف المكونات ديت. هتبدا ان انت تدوس على المكونات تحت، وتبدا ان انت تخش على فيو وهتنزل تحت. تمام يا قلب اخوك. هنبدا ان احنا ننزل سيت فيديو يو ار ال، وهنبدا ان احنا ننزل ستارت. طبعا هنبدا ان احنا ننزل نيجي عند ابريتور، وهنبدا ان احنا ننزل اد سورس، دول اللي احنا هنضيفه. تمام. هنبدا ان احنا نحطهم فوق، هنختار طبعا الفيديو فيو اللي احنا حاطينه بره فيديو فيو واحد، وهنبدا هنا نحط قلب اخوك. هنيجي عند فيربول. تمام. طبعا يا برو هنخش على فيربول، بعد كده هنبدا ان احنا نعمل اد فيربول، وهنبدا ان احنا نضيف مكون سترينج. ركز، هنبدا ان احنا نكتب ايه اللي هتكتبه هنا، لازم تكتبه في الكات سورس فوق. تمام. هنبدا ان احنا مثلا نكتب مزيكا. تمام. بالمنظر ده. تمام. بعد كده تبدا ان انت تعمل ايه يا قلب اخوك، هنبدا ان احنا نجيب مزيكا ديت وندخلها هنا، هنحطها هنا بالمنظر ده. بعد كده هنبدا ان احنا نخش على اد سورس. تمام. وهنبدا نكتب الكود دوت. طبعا يا برو اقل مسافه واقل نقطه واي حاجه في الكود هتبدا ان انت هيطلع لك اخطاء، فانت تركز عشان انا اكتبه قدامكم دلوقتي. المزيكا ديت اللي انا كتبتها متغير السترنج اللي انا كتبته. تمام. في الاول فابدا ان انا اعمل مسطره وهعمل يساوي، وهبدا ان انا اعمل مسطره تاني. تمام. ركز في الكيبورد، هبدا ان انا اعمل النوت الشرطتين اللي فوق واكتب اندرويد اندرويد. تمام. وهبدا ان انا اعمل دوت ريسورس ريسورس. تمام. بعد كده هبدا ان انا اعمل النقطتين، وهبدا ان انا اعمل شرطتين، واعمل الشرطتين اللي فوق. بعد كده هعمل بلس زائد جيت. تمام. باكج نيم، باكج نيم البي كابيتال. تمام. بعد كده هنكتب نيم. تمام. بدون فراغات بدون اي حاجه، هنبدا ان احنا نفتح قوس ونقفل القوس على طول. بعد كده هنعمل علامه الزائد. بعد كده قلب احط الشرطتين اللي فوق، واعمل هنا اللي هو الشرطه. بعد كده ابدا ان انا اكتب راو. راو دوت اللي انا الملف المجلد اللي انا احطه في الريسورس. تمام. بعد كده اعمل شرطه تاني واكتب ام اي 11. ام اي 11 دوت اللي هو اسم الملف بتاع الفيديو. بعد كده اعمل شرطتين تمام. بعد كده بتبدا ان انت تطلع كده يا برو، وهتبدا ان انت تدوس على الثلاث نقط وهتدوس على ريسورس اهي، وهنبدا ان احنا نعمل مجلد باسم راو. شفت يا قلب اخوك. وهنبدا ان احنا نخش عليه هنضيف فيديو. طبعا شوف انت حاطط الفيديو فين. بعد ما تضيفه هتعمل رينيم وتغير الاسم. بص مثلا كده قلب اخوك، وهتبدا ان انت تيجي هنا عندي رينيم، هنبدا ان احنا نغير الاسم. انا كنت كاتبه ايه ام اي 11. تمام. هكتب ام اي 11. استنى ام اي 11. تمام. هبدا ان انا اعمل سيف. بعد كده يا برو هبدا ان انا ادوس ران. طبعا احنا بنجمع التطبيق اهو، يا ريت لو وصلت لغايه هنا تعمل لايك وتشترك في القناه. تمام. هنبدا ان احنا ندوس تثبيت بقى، ونوريكم الشرح اللي احنا عملناه. هنبدا ان احنا ندوس فتح قلب اخوك. طبعا يا برو الفيديو هيظهر معاك بالمنظر الجاي ده. ده كان الشرح بتاع النهارده، يا ريت لو عجبك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.